بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله الله يا الله والله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وصلنا إلى المسائل يجب على المتخلي دخل المصنف في جملة من المسائل المسألة الأولى في حكام المتخلي قبل ذلك بقي سطرا من المطلب الأخير وهو أنه إذا شخص عرض عليه حالتان طارئتان من الحدث والطهاره ولا يعلم التقدم ايهما متقدم وايهما اي منهما متاخر. هنا قد يكون له حاله سابقه وقد يكون مشكوك. هنا يوجد ثلاثه اقوال قول يقول يتوضا في جميع الاحوال الثلاثه سواء كان الحاله السابقه طهاره او حدث او مشكوك. القول الثاني للمحقق الحلي كان انه يعمل بنقيض الحاله السابقه. إذا حدث يعمل بالطهارة إذا طهارة يعمل بالحدث وهناك قول ثالث في أثناء البحث تعرض له ولكن بقي في نهاية الدرس أنه رأي العلام الحلي أنه يستصعب الحالة السابقة باعتبار الحالتان الطارئتان أحد ما يعارض الآخر تعارضا تسقطا احتمال أن يكون إصالة عدم تأخر أو عدم تقدم فرق الطهارة على الحدث إصالة عدم تأخر الحدث على الطهارة على عدم تأخر الطهارة على الحدث فإن استصحب تعارضا تساقطا نرجع للحالة السابقة إما حدث وإما طهارة أما المشكوك لا يحل المشكلة فهنا يحل المشكلة في صورتين كما أن رأي المحق الحلي كان كذلك يقول من خلال مناقشتنا لرأي المحق الحلي يتضح المناقش في هذا القول لأنه صحيح الاحتمالان تعارضا تساقطا ولكن الحالة السابقة نعلم بأنه منتقض فلا يمكن الرجوع إليه لأن الحالة السابقة سواء كان طهارة أو حدث كيف نستصحبها والحال نعلم أنها قد بطلت فهذا يقول وبهذا يظهر يعني من خلال المناقشة ومن خلال ما تقدم من رأي المحق الحلي ومناقشته ودليله يتضح شنو ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة اللي هو رأي العلامة مو نقيض الحالة السابقة نفس الحالة السابقة مو فقط ضعيف بل بطلان أنه باطلون وجه البطلان وجه الضعف انه الحاله السابقه قطعا أن قد انتقضت، الحاله السابقه طهاره قطعا عرض عليه وضوء وطهاره، فاذا اكو هناك اذا طهاره قطعا قد نقضت بالحدث، بال اذا الحاله السابقه الحدث قطعا قد نقض بالوضوء. يقول مسائل ثم دخل المصنف في احكام التخلي والتخلي له واجبات ومكروهات ومستحبات. الذهاب الى بيت الخلاء اولا ذكر مجموعه من الواجبات يجب على الشخص الذي يذهب الى بيت الخلاء المتخلي عده امور اولا يجب عليه ان يستر عورتيه طبعا هذا الواجب لا يختص بالمتخلي هو واجب عام ولكن باعتبار ان المتخلي في معرض ذلك بين المساله في المتخلي والا المساله عام من ذلك فاذا يجب على المتخلي اولا ان يستر عورته المراد من العوره القبلي والدبر طبعا القبلي اللي للرجل يشمل الاله والبيضتين والدبر يعني مخرج الغائط فقط. فيجب عليه ان يسره يستره عن من؟ عن جميع الاشخاص يقول لا، يجب ان يستر العورتين الدبري القبلي والدبر عن ناظر محترم، يعني الشخص الذي ينظر ويكون نظره محترما. فاذا اذا كان اعمى لا يشمله. او كان ناظر ولكن غير محترم. مثل الصبي غير المميز، يعني لا يميز. طبعا الصبي غير المميز الذي لا يميز انه ما يميز العوره من غير العوره. هذا الصبي الذي لا يميز يجوز ان يتخلي امامه. وكذلك اذا كان حيوان هذا ايضا يجوز. طبعا استثني هناك الزوج والزوجه باعتبار انه يجوز النظر احدما الى عوره الاخر. باعتبار ان المساله واضحه وقد ذكر في محله لعله هنا ما ذكر أو لا المراد من المحترم أنه يحرم النظر وأحد الزوجين النظر إلى عورة الآخر لا يحرم يقول يجب على المتخلي عدة أمور أولا يجب عليه أن يستر عورتيه ستر العورة هم قبلا وهم دبرا القبل بالنسبة للرجل يعني يشمل القضيب والآلة الآلة التناسلية وأيضا يشمل البيضتين بالنسبة للدبر المقصود مخرج الغائط فقط عن ناظر محترم يعني هذا الملاك في تشخيص العوره مو انه مثلا قد يكون بعض الامور خلاف المروه ذاك بحث اخر مثلا كما ياتينا لاحقا انه لم يرى النبي نهائيا انه قد في حال البيت التخل في التخلي. ايضا روي عن امير المؤمنين ذهب انه الى مكان بحيث لا يرى اصلا. اذا انه المراد من القبول والدبور انه بمقدار الواجب اللي يسر عليه يجب عليه ان يسر العوره. فيجب على المتخلي وان كان قلنا هذا الواجب اعم يجب على المتخلي ان يستر العوره قبلا ودبرا عن ناظر خرج غير الناظر كالاعمى ومحترم خرج نظر الحيوانات وصبي غير مميز والمجنون الذي اصلا لا يميز عن ناظر محترم وترك استقبال القبلة الواجب الاخر الاستقبال نحو القبله حرام كذلك الاستدبار ايضا حرام. أه عفوا الواجب الاخر الواجب الاول يجب ان يستر العورتين الواجب الثاني ان يترك استقبال القبلة ويعو عبارة اخرى يحرم استقبال القبلة واستدبار القبلة هذا ايضا محرم من اخر لاحظوا القدامى انه الوجوب والحرمة حدا مقابل الاخر يعني اذا اخذنا بضده مثلا انه اما نقول يجب استق... يعني يجب ترك استقبال القبلة أو يحرم استقبال القبلة فكان هناك رأي للقدماء يقولون كما هو الآن موجود يعني الآن في حقيقة الأمر شنو أنه عندما نقول هذا شيء واجب تركه يكون حرام الصلاة واجبة ترك الصلاة شيء تكون تكون حرام الشيء إذا كان حراما فعله يكون أه... تركه إذا كان الفعل حراما تركه يصير واجبا هنا استقبال القبلة حرام واستدبار القبلة أيضا حرام في مقابل هذا القول استقبال واستدبار ماذا يكون؟ يكون ترك الاستقبال ترك الاستقبال والاستدبار يصير واجبا هنا جاء المصنف على مبنى القدامى باعتبار كانوا يرون أن الأمر مركب من الأمر بشيء والنهي عن ضده يعني, يعني إذا أكو أمر إذا أكو أمر بفعل شيء إذا أكو نهي يعني يحرم الاستقبال فمعناه الترك يكون واجبا كانه الامر والنهي مركبان او لهذا لازمه الان الان يقولون انه لازم فاذا من جمله احكام التخلي يجب عليه ان يترك استقبال القبله ويجب عليه ان يترك استدبار القبله يقول وترك يجب على المتخلي ستر العولة قبلان ودبران عن ناظر محترم وترك استقبال القبلة بمقاديم بدنه المقصود من المقاديم البدن يعني الوجه والصدر والبطن والركبتين هذه يصدق على الانسان هذا مقاديم البدن فاذا امامه ومقاديم بدنه لا يكون نحو القبله حين التخلي ودبرها ودبرها هنا ودبرها كذلك يعني كذلك الدبر يعني يجب ترك دبر القبله كذلك بمقابل مقاديم البدن شيء يصير يكون مثلا في مقابل مثلا الوجه يكون خلف راسه ويكون مثلا ظهره وايضا اليتي ونحو ذلك فاذا هذا خلفه لا يكون نحو القبله فاذا لا يستقبل القبله ولا يستدر القبله فاذا فرضنا ان القبله من هذه الجهه فلا يجلس امام القبله ولا يتخلي عكس القبله ليكون استدبار للقبله كلاهما يكون حراما ما لا فرق في هذا الحكم في البناء وغيره سواء كان في البناء او كان في الصحراء صحراء هذا يكون حرامان يعني فعله حرام استقبال واستدبار وتركه يصير واجبا خب هذا لحد الآن بيّن ثلاث أحكام يجب ستر العورتين يجب استقبال يعني يجب ترك استقبال القبلة ويجب ترك استدبار القبلة صار ثلاثة واجبان الواجب الرابع غسل مخرج البولي بالماء لا آه... لابد أن يغسل سابقا تقدم أنه بالنسبة للبول وردت روايات اذا كان يريد يخر يغسل مخرج البول يعني اذا النجاسه المتنجس بالبول لابد ان يغسل كم مره مرتين بالماء القليل. اذا غير البول يغسل مره واحده. بعضهم قال لا مرتين في الجميع. الروايات قيدت سابقا تقدم ان الروايات قالت في البول خاصه ولذا يقول كم مره. فاذا انه باعتبار انه بول، البول لابد ان يغسل بالماء القليل مرتين، ولذا يقول يجب ان يغسل مخرج البول مرتين بالماء القليل طبعا اذا ماء كثير مره واحده كافيه اللي مرتين وثلاث مرات كانوا يستحاب فمرتين بالماء القليل بالنسبه الى مخرج الغائط بالنسبه الى مخرج الغائط تاره يتعدى المخرج واخرى لا يتعدى المخرج يعني مثلا تاره من مخرج محل خروج الغائط في اطرافه ايضا يتلوث واخرى لا يتلوث الاطراف وانما فقط يخرج الغائط، اذا خرج الغائط يعني مقدار يسير جدا عرفان لا يقال له تعدي هذا شنو اذا ما مع عدم التعدي هنا مخير بين ان يغسل بالماء وبين ان يغسل باحجار ثلاثه احجار، ياتينا شراط الاحجار ان يعني يكون ثلاثه احجار وتكون هذه الاحجار طاهره وتكون جافه وتكون هذه الاحجار لها قابليه القلع يعني تقلع النجاسه. و... وايضا شبه الاحجار اللي لها هذه الامور يعني تكون من امور ايضا ياتينا بعد قليل انه ايضا من قبيل الخشبه ومن قبيل اي شيء إن كان خرقه، المهم ايضا ثلاثه خرق ثلاثه قطع من الخشب وتكون طهره وتكون لها صلاحيه القلع للنجاسه. هذا مع عدم التعدي، اما اذا تعدى المخرج لابد من الماء فقط. يعني لا يطهر الا بالماء فقط. لانه اذا صارت هذا التعدي به صورتين يعني ساره تاره يتعدى من المخرج للأطراف سواء وصل للأليتين أو ما وصل للأليتين المهم مجرد التعدي لا يطهر إلا بالماء أما مع عدم التعدي مخيرين بين الماء وبين الأحجار باعتبار الماء أنه سابقا تقدم الماء المطلق مطهر من الحدث والخبث بعد هنا ما أشار للماء في صورة عدم التعدي وإنما أتى بالأحجار لأن الماء معلوم يطهر مع عدم التعدي يطهر من المطهرات منه الاحجار ثلاثة احجار يقول وغسل البول بالماء يعني يغسل بالماء القليل طبعا هذا لازم نقيده بالماء القليل مرتين كم مرة انه سابقا تقدم ان البول لابد ان يغسل بالماء القليل كم مرة؟ مرتين فهنا مخرج البول لابد ان يغسل بالماء فقط اما مخرج الغائط وكذا يجب غسل الغائط مخرج الغائط ايضا يغسل الغائط باي شيء يغسل؟ يغسل بالماء مع التعدي اذا حصل تعدي لابد ان يغسل بالماء للمخرج بان تجاوز شلون تعدي يفسر التعدي يقول بان تجاوز حواشيه يعني حواشي المخرج وان لم يبلغ الاليه تاره يصل واخرى لا يصل وحتى اذا ما وصل مجرد التعدي من المخرج وصار الى الحواشي هذا صار تعدي كلام انه شنو؟ مع التعدي لابد ان يغسل بالماء اما عدم التعدي مخير بين الماء والا يعني اذا ما صار تعدي للمخرج يعني للغائط ما صار تعدي يعني خرج من الغائط بمقدار متعارف صار تلوث يعني في مخرجه اطراف المخرج قليل جدا هذا ما هو حكمه في صوره عدم التعدي مخير قلنا بين الماء وبين الاحجار باعتبار الماء تقدم سابقا ما ذكر هنا فذكر ثلاثه احجار اللي قل قلما مثلا الناس قد سمعوه انه يجوز ولذا ذكر تعرض الى هذا واما الماء واضح انه ايضا من المطهرات يقول والا اي وان لم يتعدى الغائط للمخرج فثلاثه احجار ثلاث احجار اولا ان يكون هناك ثلاثة هذا الشرط الاول يعني شرائط المطهر اللي يكون حجار اولا ان يكون مو حجر حجرين وانما العدد ثلاث احجار ثانيا ان تكون هذه الاحجار طاهره هذا ثانيا اذا الحجر النجس لا يجوز أن نطهر به هذا اثنين ثالثا أن تكون هذا الحجر جاف ما يكون مبلل ما يكون به رطوبة مسرية أن تكون جافة والشرط الرابع أن تكون الحجر قالع أن لا يكون من قبيل حجر يزحلق وليس له قابلية القلع والشلع وإزالة النجاسة المهم أن تكون أن تكون هذه الحجارة لها قابلية أن أن تزيل النجاسة أما إذا ليس له قابلية إزالة النجاسة فلا يجوز يعني أو لا يكون مطهر بعبارة أخرى يقول وإلا وإن لم يتعدى الغائط المخرج فثلاثة أحجار أولا أن يكون الحجر ثلاثة ثانيا أن تكون طهرة يعني العدد ثلاثة ثانيا أن تكون طهرة ثالثا جافة رابعا قالعة قالعة للنجاسة ثم يبين قيدا خامسا طبعا هذا القيد الخامس من نقدر نجي شرط لأنه سابقا تقدمت طاهرة ولكن بعنوان قيد وكبحث ذكر قيدا خامسا أبكارا أو بعد طهارتها. لاحظوا أن الحجر تارة يكون بكر يعني غير مستفاد سابقا لإزالة النجاسة. يعني لم يستعمل حجر طاهر وغير مستعمل. هذا بكر. فإما تكون أبكارا غير مستعملة يعني مو مستعملة بحيث تنجست. أو لأ استعملها وتنجست ولكن طهرها. يعني ذهب وأخذ الحجر وطهره وين؟ في الماء، في النار. فقد ازيلت الأعين النجاسه وصار طاهر، من صار طاهر جعلها ناشفه باعتبار انها ما كان رطوبة وجافه، من صار جافه اخذها واستعملها ثانيه يجوز يقول نعم يجوز بعد طهارتها. فاذا اذا ما تنجست يعني هي ما كانت لا بكر ولكن بحكم البكر يعني مستعمله ولكن شنو؟ ما تنجست. كما لو نحن ازيلت النجاسه بالحجر الاول. الحجر الثاني مثلا ما تنجس او الحجر الثالث بقي طاهر نقاء كامل وانما مجرد اكمال العدد فهو لاجل اشتراط اكمال العدد نحن استعملنا الحجر الثالث ولا هو ما تنجس كان مكمل للعدد الثلاثه هذا الحجر بمنزله البكر يجوز ان يستعمل ثانيه بعد ما يحتاج الى طهاره انما نطهرها اذا كانت صارت نجسه يقول ابكارا ابكار يعني شنو يعني لم يستنجبها يعني ما استفيد في الاستنجاء في إزالة الغائط لم يستنج بها بحيث تنجست به طبعا ما استنج بها بحيث اللي تنجست أما إذا ما تنجست هذا أيضا من منزلة البكر أو بعد طهارتها أو لا ما كان بكر صار نجس ولكن شنو بعد أن طهرناها يعني صارت نجسة وزيلت النجاسة إن لم تكن أبكارا طبعا ما كان بكر يعني مستعمل للإستنجاء وأيضا تنجست أما إذا لم تتنجس يعني ما كان بكر واستعمله ولا كان طاهرة مثل شنو كالمكملة للعدد يعني إكمال العدد الثلاثة بعد نقاء المحل بعد أن نقي المحل صار المحل نقيا وزيلت النجاسة لأجل إكمال العدد استعمل حجرا ثالثا حجارة ثالثة هذا الحجارة لا تتنجس يجوز استعمالها كفت من غير اعتبار الطهر بعد ما نحتاج إلى التطهير ما أن نطهر الحجارة الطاهرة ثلاثة أحجار فثلاثة أحجار فصاعدا في أي صورة نزيد عن الثلاثة يعني إذا شخص استفاد ثلاثة أحجار ولكن الأحجار الثلاثة ما أزالت نجاسة لا تزال عين نجاسة موجود فنستعمل أكثر إلى أن يزول عين نجاسة أربعة خمسة إلى أن تزول عين نجاسة يقول فصاعدا عن الثلاثة إن أه لم يب... ينقل المحل بها إذا ما نقي المحل ما طهر المحل ما صار المحل نقياً ونظيفا فنستعمل حجاره رابعه وخامسه وهكذا خط او شبهها اما ثلاثه احجار او شبه ثلاثه احجار من قبيل مثلا هو يقول خرقه يعني قماش قطعه قماش ثلاثه قطع قماش او خزفات يعني قطعه خزفيه من هذا اللي يطبخ من النوع من الاجر ونحو ذلك اللي يطبخ يعني طين ويطبخ الطين يصير خزف أو ثلاثة خزفات هذا أيضا من المطهرات أو ثلاثة أعوات عود وخشب هذا أيضا ونحو ذلك أي شيء يكون جسم إلى صلاحية القلع للنجاسة ويكون وتكون طاهرة بشرط أن لا تكون لزجة أن لا تكون يعني قالعة مقابل قالعة لأنه غير القالعة شنو يعني تكون لزجة بشرط أن ما تكون محترمة هذا أن تكون لا تكون محترمة استثناء واحتراز عن امور محترمه مثل الاكل نستجير بالله كالخبزي هناك بعض الاقوام السابقين في الامم السابقه كانوا عندهم خبز كثير فكانوا يستعملون الخبز في استنجاء الاطفال واستنجاء انفسهم ويطهرون انفسهم بالخبز فنهاهم ما انتهوا بنهي انبيائهم ونهي الصالحين منهم فالمهم نزل عليهم العذاب وأصابهم القحط فأخذوا يأكلون فالتم عدهم جبال من الخبز اليابس فأخذوا ونظفوا الخبز وأكلوه بعد أن أصابهم القحط فعلى كل حال هذا أن لا يكون السنجاء بشيء محترم كالأكل الآن هل هو فقط حرام ولا يطهر أو لا هم حرام وغير مطهر يعني حرام وغير مطهر أو لا حرام فقط اما من ناحيه الحكم الوضعي يكون مطهر هناك وجهان في المقام هنا ما تعرض المصنف الى هذا المساله الى هذه المساله يقول او شبه الاحجار من من هذا بيان الى شبه الاحجار من ثلاثه خرق او خزفات او عواد ونحو ذلك من الاجسام هذا يبين القاعده لان الاعواد اذا المهم يعطي قاعده من الاجسام القالعه يعني جسم طاهر قالع للنجاسه ولكن غير معتبر ويعتبر طبعا الطاهر لازم يقول لانه اذا ما كان طاهر ان الشيء النجس ما يكون مطهر. ويعتبر العدد نحن اشرنا الى الثلاثه ليعتبر انه تكون ثلاثه احجار ولذا يقول ويعتبر العدد الثلاثه في ظاهر النص لان يعني الروايه ماذا قال ثلاثه احجار فظهر النص انه اقل من ثلاثه لا يجزي حتى لو ازيلت النجاسه. هذا وكذلك ظهر المصنف ان الشهيد الاول اطلاق عبارات وماذا يقتضي؟ ماذا قال؟ قال الشهيد الاول ايضا قال ثلاث احجار مثل النص فثلاثه احجار والا يعني مع عدم التعدي الغائط ثلاثه احجار فظاهر النص شنو؟ هم النص وهم ظاهر عباره المصنف انه يعتبر عدد فاقل من ثلاثه لا يجزي لا يكون مطهرا هذا ظاهر المصنف مساله هل يجزي ثلاثة يعني إذا كان هناك حجارة ذات ثلاثة شعب يعني حجارة كبيرة بثلاث جهات هل يجوز أن نزيل النجاسة من ثلاث جهات؟ هناك وجهان وجه ظاهر الناس يقول ثلاث أحجار فيعتبر العدد هذا مو ثلاثة إلا اللهم إذا كسر فيجوز أما حجارة ذو ثلاثة شعب ذات ثلاثة جهات فنغسل من الجهات الثلاثة هذا لا يكون مطهرا وإنما يكون يصدق عليه حجارة واحدة هذا منه هذا الوجه الاول، الوجه الثاني يقول لا اللي راي المصنف في كتب اخرى انه ايضا يكون مجزيا باعتبار الهدف ازاله عين النجاسه وقد ازيلت. لاحظوا يقول بالعباره يقول ويعتبر العدد اللي الثلاثه في ظاهر النص عن الروايه وهو الذي يقتضيه اطلاق العباره مقتضى اطلاق عباره المصنف ايضا الثلاثه فاذا لا يجزي الجهات الثلاث إذا كان حجارة واحدة بثلاث جهات أو خشبة واحدة بثلاث جهات أو خرق واحدة من ثلاث جوانب وقطع المصنف في غير هذا هذا الاحتمال الأول والرأي الأول أما هناك قول ثاني وقطع المصنف في غير هذا الكتاب في غير كتاب اللمعة كتب أخرى بإجزائه في بعض الكتب الأخرى ماذا قال؟ يجوز أنه يستنجي يعني نان الجواز معناه يصح ويكون مطهر الجواز الوضعي يعني إذا إذا غسل يصير طاهر وبإجزائه إجزاء منه الحجارة ذو الثلاث جهات أو الخرقة ذو الثلاث جهات ونحو ذلك ويمكن إدخاله على مذهبي في شبهة هنا ماذا قلنا سابقا قلنا أنه ظهر النص ثلاث حجارات ثلاث أحجار ظهر عبارة المصنف أيضا ثلاث أحجار لأنه قال ثلاثة ولكن رأي المصنف في كتب أخرى يجزي الحجارة ذو الجهات الثلاثة أو خرقة ثلاث جهات ونحو ذلك ولكن يمكن هل ان ننزل عباره المصنف في هذا الكتاب على رايه في الكتب الاخرى بحيث الحجاره واحده ذات جهات ثلاثه ايضا يقول نعم يمكن شلون نوجه؟ نقول شبهها كما انه فسرناه بثلاث خرق يعني شبه الحجار ثلاث خرق يقول شبه الحجار ثلاث احجار يعني الحجاره الواحده ذات ثلاث جهات هذا ايضا يكون شبهها بناء عليه المصنف ايضا في هذا الكتاب يكون شنو؟ رايه مثل راي الكتب الاخرى ايضا الحجاره ذات الجهات الثلاثه ايضا مجزية ولذا يقول ويمكن ادخاله ادخال منه ادخال انه الحجار الواحده ذات جهات ثلاثه على راي المصنف اللي هو يجوز في كتب اخرى في كتب الاخرى في قول المصنف في هذا الكتاب في شبهها يعني شبه الاحجار يعني الحجاره الواحده ذات جهات ثلاثه ايضا شبه الاحجار الثلاثه ايضا معناه انه يجزي في هذا الكتاب ايضا. المصنف ياخذ اشكال على المصنف يقول واعلم ان الماء مجز مطلقا بل هو افضل من الاحجار على تقدير اجزائها الشيد الاول بعدين ياخذ اشكال في تتم العباره اولا يقول ان الماء مطلقان هم للبول وهم للغائط وللغائط سواء صار تعدي او ما صار تعدي. الماء شنو مجزي فاذا الماء مجزي مطلقا مو فقط للغائط لكل النجاسات فاذا مو فقط انه مجزي بل انه افضل من الحجاره يعني اذا دار الامر بين الحجاره وبين الماء ايهما افضل الماء في صورة أنه بالحجارة يجزي وإلا تتعين في أي صورة تجزي الحجارة نحن مخيرين والحجارة أفضل والماء أفضل فيما لو أجزأ يعني مع عدم التعدي إذا ما صار تعدي للمخرج الغائط هنا نحن مخيرين بين الحجاره وبين الماء والماء أفضل. أما في صورة أنه صار تعدي وتعين الماء بعد هنا لا وجه للافضلية وإنما يتعين الماء. ولذا يقول واعلم أن الماء مطلقا أن الماء مجزي مطلقا، الماء مجزي مطلقا في البول والغائط والغائط تعدي مع عدم التعدي. هو أكثر شيء للغائط بل الماء يعني المطلقات شنو صار يعني مع التعدي ومع عدم التعدي يكون أدق العبارة بل هو بل الماء أفضل من الحجارة من الأحجار الماء يكون أفضل على تقدير إجزاء الحجارة الحجارة إذا كانت مجزية يعني ما تعدي أما على تقدير عدم إجزاء الحجارة ومع عدم التعدي وهنا يتعين الماء بعد لا وجه للأفضلية لأن معنى الأفضلية أكو بحث هناك في أفعال التفضيل يدل على المشاركة في الصفة مع أفضلية في حد رجحان في حد طرفين نقول زيد أعلم من عمرو، يعني زيد وعمر كلاهما عالمان، ولكن علم زيد أكثر علما. زيد أكثر مالا من عمرين معناه كلاهما عندهم مال، ولكن مال زيد مثلا أكثر. كذلك هنا عندما نقول أفضل يعني كلاهما بفضيلة، كلاهما مجزي، كلاهما جائز. ولكن فضيلة الماء يكون أفضل، أكثر فضلا، يعني أحسن. هنا هنا مقصود من الأفضل هذا المعنى ولذا في صورة عدم الأجزاء بالحجارة في صورة التعدي هنا لا وجه للأفضلية تعين الماء بعدين يقول وليس في نحن على ماذا قلنا في صورة عدم التعدي مخيرين والماء وأفضل بعدين يقول وليس في عبارة المصنف هنا في كتاب اللمعة في هذه العبارة ما يدل على أجزاء الماء ظاهر عبارة المصنف الماء الغير مجزي في الغائط مع عدم التعدي، لأنه ماذا قال؟ لأنه هكذا قال قال وغسل البول بالماء، الماء الماء البول يغسل بالماء فقط. أما الغائط وكذلك الغائط أيضا يغسل بالماء في صورة التعدي، يعني إذا صار تعدي يغسل بالماء. وإلا إذا ماكو تعدي بالأحجار ثلاث أحجار، ظاهر عبارة عن شنو؟ ما عدم التعدي يتعين الأحجار الماء غير مجزي والحال الماء قلنا مجزي ايضا بل هو افضل هذا اشكال على المصنف يقول وليس في عباره المصنف في اللمعه ما يدل على اجزاء الماء في غير المتعدي الغائط اذا ما تعدى هنا ماذا قال قال ثلاث احجار ظاهر العباره ان الماء غير مجزي نعم يمكن اسفد. ثم يتراجع يقول اكو توجيه سابقا كون اول درس شرحنا هكذا سابقا تقدم منه ان ان الماء بقول مطلق عن الماء المطلق يعني إذا ما قيدنا بقيدين الماء المطلق هذا مطهر من الحدث والخبث، الخبث مطلقاً مطلق النجاسات منها الغائط فإطلاق هناك يشمل ما نحن فيه هنا فاعتمد عليه فإذا ما ذكر صورة عدم التعدي ذكر الأحجار خاصة ما ذكر الماء لأن الماء تقدم سابقا أن الماء مطهر بقول مطلق يعني الماء المطلق مطهر من الحدث والخبث اعتمادا على الكلام السابق يقول تدارك عن الاشكال يقول نعم يمكن استفادته استفاده منه اجزاء الماء في غير المتعدي من قوله من قول المصنف سابقا طبعا هاي العباره الماء مطلقا ما جاي الماء مطلقا يعني هذا مو كل عباره المصنف نص عبارته الماء العباره المصنف الماء بقول مطلق نتيجه كلامه شنو مطهر من الحدث والخبث نتيجة كلام شنو أن الماء من مطلق النجاسات رافع للحدث آه، رافع للحدث ورافع للخبث يعني مطهر من النجاسات ومنها الخ... ال... الغائط بإطلاقه ولذا شو يقول يقول من قول المصنف سابقا يعني عن مضمون كلامه أن الماء مطلقا سواء كان يعني في كل النجاسات والغائط مع تع... التعدي وبدون تعدي يكون مطهر فهذا الإطلاق يقتضي سابقا يقتضي ان هنا نحمل ونقيد كلامه على الاطلاق والسابق يعني بعباره اخرى الكل... الاطلاق الذي اطلقوه سابقا ودل على ان الماء ان ال... ان الماء من الخبث مطهر من مطلق الخبث من مطلق النجاسات منها الدم مطلق النجاسات ومنها شنو الغائط والغائط سواء اكو تعدي او ماكو ما تعدي، هذا راح يشمل شنو؟ ما نحن فيه، ولذا ما نحن فيه ما ذكر هاي المساله احتمالا علي عليه ولعله اجتزا به، يعني اجتزا بكلامه السابق، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد